استيقظ العالم على إثر الفوضى العارمة في أمريكا حالياً، وفاة مواطن أمريكي من أصل أفريقي بطريقة وحشية من شرطي. كانت النقطة التي أفاضت الكأس، بحيث سبقتها مئات الحالات التي كانت توضح التمييز العنصري للمواطنين الأمريكيين من الأصول الإفريقية، رغم تقدم أمريكا في كل المجالات، إلى أن العنصرية دوماً ما ارتبطت بهذه البقعة الجغرافية. ولكن في وسط هذه الفوضى عدت للظهور أكثر منظمة تأثيراً ورعباً وحباً من طرف الجماهير في العالم، رغم أنها بدأت من العالم الافتراضي، إلى أن تأثيرها كان أكبر منه. مايكل جاكسون لا يزال حي. إسرائيل، أو الأصح الكيان الصهيوني، ليست دولة. تورط ترامب في الاتجار بالأطفال وعشرة التغريدات المثيرة للجدل قبلها. بنظرك، من يجرؤ ليتحدث بهذه الطريقة عن أكثر الكيانات سلطة في عالمنا؟ نحن المجهولون، نحن الفيلق، نحن لا نغفر، نحن لا ننسى. توقعونا. دعونا نتعرف على منظمة الأنونيموس، المنظمة التي أرعبت أقوى الحكومات والمنظمات الإرهابية في العالم. بداية هذه المنظمة كانت عام 2003 عبر منتدى 4chan الذي ينشر فيه الأعضاء مشاركاتهم دون الحاجة إلى إظهار هويتهم، ولا يتطلب التسجيل للمشاركة فيه. لتمثل المجموعة حسب تصورها الدماغ الرقمي العالمي للفوضى لمجتمع مستخدمي الانترنت الذين يجتمعون في وقت واحد ويتبنون مبدأ المعارضة الشديدة للرقابة على الانترنت. لأعضائها خبرة كبيرة في مجال البرمجيات وحماية شبكات الانترنت. هدفها في البداية كان هو التسلية وعمل هجومات بسيطة ومنسقة، إلى أن هذه كانت الخطوة الأولى لنشأة هذه المنظمة الكبيرة. توالت الهجمات البسيطة من عام 2003 إلى عام 2008، لتشهد هذه السنة الأخيرة بالضبط في شهر ديسمبر أول عملية كبرى. استهدفت البنك الإلكتروني باي بال انتقاما منهم لحذف حساب يمكن التبرع فيه لفائدة موقع ويكيليكس، الذي كان سبباً في كشف مضمون كم من هائل من البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية، لتتوالى بعدها الهجمات واحدة تلو الأخرى. أمازون، ماستر كارد، فيزا كارد، وأحد البنوك السويسرية، ولا ننسى تدخل الفريق في الانتخابات الإيرانية عام 2009 مع القيام بمهاجمة مواقع حكومية أسترالية لأجل المطالبة بالسماح للمستخدم بالتصفح بدون حجب لأي موقع. An officer Chauvin especially should face murder charges. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. ليس لأنونيموس أي توجه إيديولوجي محدد، فهي تجمع بين أعراق وجنسيات مختلفة من قبيل مساندتها لقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي وتضامنها مع الاحتجاجات في تركيا. ولأكون أكثر دقة، ساندت أيضا الأنونيموس المثليين بالعالم وشنت هجومات عديدة للدفاع عنهم، مثل ما حصل بالضبط مع الهاكرز الذي اخترق عددا كبيرا من الحسابات التابعة لعناصر داعش، وقام باستبدال التغريدات بصور تعبر عن تضامنه مع المثليين في العالم، وذلك بعد حادثة أورلاندو. اسم الأنونيموس مستوحى من الأسماء المستعارة للحسابات التي تنشر الصور والتعليقات على الأنترنت، وقد بدأ استعمال المصطلح كهوية مجهولة للزوار الذين يكتبون تعليقاتهم دون أسماء في منتديات الصور. أما بالنسبة للقناع فهو يعود لشخص يدعى جاي فوكس، عاش في عام 1606 وحاول تفجير مبنى مجلس اللوردات البريطاني بالتعاون مع مجموعة من الثوار، واستعارت منه أنونيموس قناعه لإخفاء هويتها الشخصية، حيث كان فوكس
قد أطلق على هذا القناع الاسم الذي يعني الانتقام باللغة اللاتينية فينديتا. كيف تبرر الأنونيموس أفعالها الفوضوية؟ الأنونيموس هي منظمة تسعى لتصحيح رؤية العالم فيما ترى أنه خطأ، وتهدف إلى الكشف عن المعنى الحقيقي لكلمة سينتولوجيا التي تستند إلى الفكر العلماني خصوصا. كذلك بالنسبة لمن يؤمنون بالتعاليم الدينية والمعتقدات التي يستند إليها الفكر العلماني، وكل التعبير السابقة تم اقتطافها من رسالة أنونيموس ذاتها في 6 نوفمبر من العام 2008. تقول أنونيموس عن نفسها أنها لا تؤثر سلبا على حياة الناس، بل هي موجودة لتساعد الضعيف، كما إنها لن تقوم ولن تقوم بالاعتداء على الأبرياء، ويمكن في بعض الأوقات أن تجسد حالة من الفوضى، ولكن بالنسبة لها الفوضى لا تعني الخطر أو عدم وجود قواعد ضابطة، فالفوضى عندها تعني التغيير، لأنه عندما يكون هناك شيء خاطئ فإنه يحتاج حتما إلى التغيير. فهل ترى يا عزيزي المشاهد أن منظمة الأنونيموس تسعى لتغيير العالم للأفضل، أم هو مجرد كيان يسعى للفوضى؟ شاركنا رأيك بالتعليقات، ولا تنسى أنني أقرأ ردودكم وأعمل بها في كل فيديو جديد. كالعادة ألقاكم في الفيديو القادم والجديد. سلام.